زريان النهار وثزوال بوين اذا نحاول شي سالنا حالنا تينا نتينا وتميدن بهن وخبرا سنا بس دس نتسكني وتذكرنا اتكمل الحمو هذه ثم ناضينا بنزول وذا تسيدي زمان انا ضوضنت خمسين نتصدرين ندوثيليا ماذا ذا زكا عن الحد الولايه ثالثنا لي وسن الطريق البرج باجي المختار ادرار تيميمون عين صلاح

سجلت مصالح الحمايه المدنيه الى غايه الساعه الخامسه من نهار اليوم انتشال تسع غرقاء بكل من حالتان بولايه بومرداس حالتان بولايه الجزائر العاصمه حاله بولايه مستغانم حاله بولايه بجايه حاله بولايه شلف حاله بولايه عين مشنت حاله بولايه وهران فيما تستمر عمليه البحث عن, عن اربع غرقاء بكل من حالتان بولايه بجايه حاله بولايه جيجل وحاله بولايه مستغانم لو ندقق في هذه الارقام نجد انه اغلب الحالات ان لم نقل كلها سجلت بشواطئ ممنوعه او بشواطئ مسموحه ولكن برايه حمراء ومجمعات مائيه التي تعتبر السباحه فيها ممنوعه منعا أرنان السرف الساني في <applause> الديام يالي في حالة نت مهلا في حالة أن تونز وثضت جارة ذي الولايات اللغوة أرنان السفراء غروانا رذي ثليثي هنا اللغن ونفدو زران في سنوين أن الحموم مقرن يولين في ذي غفو قدار التوثيل نتزدي أكبا غن ذون جموع وجردن دي ون وهرا وهرا اللومور أكن داغن ذي لتيلي أخيرا نوتا عدي غذي من السدو نيسة تشوين ما شاء الله نحرا نوذ موان إذي تيلي وقدار نحيا ما ما التزدي ما ذلس ومن التونزوثات وحنا نلقاو عندنا السلعه بصح المشكله حنا تاعنا الفاتوره راه ما كانش فاتوره ما كانش فاتوره كاين لويسي مؤسسه تاع دوله كاين لويسي واللي هي الوحيده اللي تبيع بالفاتوره بصح لويسي راه ما عندهاش سلعه لويسي مده شهرين ولا ثلاثه سلعه بعضها بعد ما عندهاش سلعه ذكرنا نجيبو من ونجيبه ونجيبو بكميه قليله والفاتوره ما كانش. في اطار برنامج الخرجات الميدانيه لفرق الرقابه خاصه في الفتره الصيفيه وان تكثر التسممات الغذائيه مع ارتفاع درجات الحراره المحسوس هذه الايام نقوم بتكثيف فرق المراقبه وحتى كاين هناك فرق مداومه بعد اوقات العمل خاصة على مستوى قطاع الخدمات والمؤسسة المستقبلة للجمهور من أجل الوقوف على مدى احترام شروط النظافة والنظافة الصحية من خلال هذه الخرجة الميدانية تم حجز وإتلاف كمية معتبرة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك نظرا لظروف تخزينها مادة الكشير كانت مخزنة في ظروف غير ملائمة درجة حرارة 23 درجة مئوية وكذلك تم حجز كمية من اللحم الديك الرومي اي ليسكالوب ثاني اللي كانت معروضه في ظروف غير صحيه أروح ريشة نتفلح في غالندي في اللحنة طمنا طنعين بالسامد الوليان توفيرت سلغلاي جرزان نوزيك زاغن البطاطا ويلد ويان سال الدقس نوفو ذاني سنديلان سيثماء نتفلح تنفر وقار دي ثوارق دي توهجان يكن الصغورة رديائي جربو ديها كدخالت شو ذاكي <سؤال> ذي في الماس تنسير مثقينة فلاح ذي الولاية ثلاث توغالين سلغلاس وزاليس من البطاطا ما شاتي وكذيني فلاحة نثرنا مرنون نون نلحمو وكذا نتخسر مثل قص تنزوث حاجة اللي كنا متخوفين منها لأن كان الانتاج وافير وكان نقص في عملية التسويق لأن الأسعار كانت منخفضة جدا والحمد لله بفضل البرنامج اللي سطرات وزارة الفلاحة ومع مديريه الفلاحه والسيد الواريد دخلوا ورفضوا دخلوا مع شركه فريغو ميديت اللي دخلت للفلاحين وراها ترفض في في المنتوج هذا اللي اكثر من شهر وزارة وين تفد المهلة نت فلاح تاع مكتب يوسف الديني موشانو سيسمض ايو سفراكي ايو نجموع باين وننزرا يحرز فلاس كيما راكم تلاحظوا عمليه تخزين بزاف متواصله ونشكر غرفه الفلاحيه ومديريه الفلاحه وشركة شركة فريق وميديت والحمد لله السنة الإنتاج راه متوفر الحمد لله وتكفلوا بالإنتاج اليوم اليوم نشكر أنا وزهرة الفلاحة يعني على التدخل يعني في وقت وجيز فتحوا لنا قاع غرف التبريد غرف التبريد يعني تاع العموميين والخواص والحمد لله رانا العمليه سايره لنا بيبانهم فريغو ميدي تلقات لنا والحمد لله العمليه كانت كانت جيده وين قدرنا نتكفلوا بجميع الفلاحين اللي منخرطين في بالاك باش نامنوا التخزين لماده البطاطا وباش من باش تكون ثاني لا ريغولاسيون تاع هذه الماده ذي الغلايس فراح السفر للبطاطا تبد في اللاس المهله نتفلح يا ودي مضبرنا الولايه اكنا ذكر زن سمينه السواق ذو فرلمان نتقول لا ذو نوع نتدمسه ثغناوث الجماعة الفرقانية لنا ذي ثغال في نبوذرار بنية جيسة ذي الولاية عن هذه ذي وانا نوزم لنا تديني سذوم زرو ينت تيدس هذا ذي ثوريخ تودنا الزيغر أين رديران نرى تعدي السياقي الجماعة لنا ذي ثدار ثان الولاية عن الجماعة الفرقان ذي ونجري خامن ربي يقضي ما غاريسكو غالان ستين <ساس> ستين ربع وستين خمسة وستين حتى 66 انا قريت هنا في المسجد هذا ظلت في عمري 70 سنه قريت هنا عند واحد يسمى يقول له مرارة عبد الرحمن وابيه مرارة سي احمد وتخرجنا منا يعني كي تجي هنا تصراح تشوف غير الحجره هذه وتشوف الدنيا هذا وتشوف هاد, هاد الحطب هذا نتاع الجبل لا نتاع الجبل الفوق تشوفه تصراح تريح تصراح تفكر نتاع زمان من ولا عم حيت وفنا نفلح يضي السيخ ميرذي فلاظن مسق في سير نفلس سوغانيم ذا ينسير ننش بحايم خلفا دي تاران غار ولاغ فالليثي عدان دو قمزروي ميلان توفنا نيخاما ست لاثي شفن الاخر طبعا ديالو هذي وحنا واش رانا خايفين خايفين مع الوقت يعاود يرشها ويطيح ومن بعد ما استفادوا والو منه او قاعد واقف من فوقه ومازال واقف الاخر بالديس ديالو والحطب ما من الحطب هذا مخدوم باليد والحاجه هي تسمى طبيعيه مخدومه من الغابه ومخدومه بالحجر والطين. الديس هذا نتاع البعض يقول له يسميه ادني والبعض يسميه الموخ يعني كل انسان اللي يجي ويدخل لهذا البيت هذا يعني يرتاح يعني صراحه صلاه الجمعه والله يعني نحمد الله ونشكره يجيونا من مكان الى مكان يعني يجيونا من مشتى راس البور، يجيونا من مشتى العشاش، يجيونا من ولايه جيجل، يعني اللي هربوا من المشتى، يوم الجمعه يجيو يعني يبدلوا الجو. الجماعه عندنا الفرقان، دي يونت الدين، دي الجو مزرو، يلاق يبدي فلاس، الصدفه هذه ياس. تشبح <applause> طوم، عرفنا تديني، ثان ساليا، ثان ميرثا، كون ودي قيمة لنا، الزغرور شريطة. ثان ميرثا كون ودي ثان ميرثا يمينا شكرا لك على الاخبار الامازيغية.